اللي استقبلت في هذه الجولة 24 من عمر الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم فريق شباب قسنطينة وفي ذهنها الحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية المسجلة مؤخرا، غير أنها اصطدمت بفريق منظم في خطوطه الثلاث، ولو أن الشبيبة كانت المبادرة إلى الهجوم بعد توزيعة بل العمري على الجهة اليمنى ورأسية محمد شلالي التي كاد يمنح بها الأسبقية لفريقه. اللاعب نفسه عاد في الدقيقة 26 من بداية المباراة بعد كرة كمرة من وسط الميدان ومنح الشبيبة الأسبقية بهدف جميل وبتسديدة من خارج منطقة العمليات يخادع الحارس القسنطيني. الهداف الصغير للشبيبة الذي التحق في مرحلة الانتقالات الشتوية يوقع ثالث الأهداف له هذا الموسم، وفرحة كبيرة بالهدف المسجل. شلالي لم يترك الفرصة للمدافع القسنطيني ومنح الشبيبة الهدف الأول في المباراة وسط فرحة كبيرة للأنصار الذين غصت بهم مدرجات ملعب أول نوفمبر، وأنه المرحلة الأولى بتقدم صغير وطفيف بعد أن أعلن الحكم غربال نهايتها في المرحلة الثانية. كاد الشلالي مضاعفة النتيجة بهذه التسديدة، لكن الحارس القسنطيني كان في المكان المناسب، ولما تضيع الأهداف فأكيد أنك تتلقى الأهداف، وهذا ما فعله أبو لحية من جانب الشباب وبهذه التسديدة القوية التي أسكنها في الزاوية البعيدة التي لا يحبدها حراس المرمى ومنح فريقه التعادل في حدود الدقيقة 58 من بداية المباراة في كرة لم يستطع الحارس عسل فعل أي شيء. الشباب كان الأفضل في المرحلة الثانية فكاد حديوش بهذه الرأسية التي لم تمر بعيدة عن إطار المرمى، ثم عاد اللاعب نفسه بعد انطلاقة على الجهة اليسرى من الهجوم وأخذ كامل الوقت، ثم بتسديدة قوية استعمل فيها الحارس عسل البارع كامل المهارة من أجل إبعادها إلى الركنية، وانتهت المباراة بعد ذلك بتعادل إيجابي هدف مقابل هدف يرضي أكثر الضيوف.